خلال 4 سنوات من حرب اليمن امتلك الحوثيون منظومات صاروخية عملوا على تطويرها وأصبحت سلاحا استراتيجيا، خصوصا بعد أن وضعوا مطارات وموانئ وغيرها في دول خليجية تحت التهديد. وفق التحالف السعودي الإماراتي أطلق الحوثيون أكثر من 218 صاروخا باليستيا على السعودية، وشهد عام 2015 الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية وتحديدا سكاد سي. في العام نفسه أعلن الحوثيون تطويرهم صاروخ سام-2، وهو صاروخ أرض-أرض يصل مداه إلى 250 كيلومترا. كما استخدم الحوثيون صواريخ SS-21 الروسية، وأطلقوا في عام 2016 منظومة النجم الثاقب. في 2017 بدأوا استخدام صاروخ قاهر M2 ويبلغ مداه 400 كيلومتر، واستهدفوا بأربعة صواريخ من هذا النوع قاعدة الملك خالد العسكرية. ابتداء من أكتوبر 2016 كشف الحوثيون عن صاروخ بركان واحد الباليستي بمدى يصل إلى 800 كيلومتر، واستهدفوا به مطار الملك عبد العزيز في جدة، وقالوا إن بإمكانه أن يصل إلى قاعدة الملك فهد العسكرية. وهناك صاروخ بركان 2 القادر على قطع مسافة تتراوح بين 600 و800 كيلومتر، استهدف به الحوثيون قاعدة عسكرية قرب الرياض، وهاجموا قاعدة الملك سلمان في ضواحي العاصمة. صاروخ آخر متوسط المدى يحمل اسم بركان M2H في 2017 ضرب الصاروخ مصفاة نفط في ينبع ومطار الملك خالد الدولي. كما أطلق الحوثيون 7 صواريخ دفعة واحدة في مارس العام الماضي، استهدفت الرياض ومطار أبها وقاعدة جازان العسكرية وقاعدة الملك خالد الجوية وقاعدة عسكرية للحرس الوطني بنجران. وفي مايو 2018 أعلن الحوثيون إطلاق 8 صواريخ باليستية من نوع بدر 1 على قاعدة الملك فيصل في جازان، كما استهدفوا تجمعات عسكرية في نجران بصواريخ زلزال. ورغم ظروف الحرب والحصار استحدث الحوثيون ما يسمونها وحدة سلاح الجو المسير، وتختص في شن هجمات بطائرات مسيرة. ووفق دائرة التصنيع العسكري للحوثيين تمثل قاصف 2 الهجومية جيلا مطورا لرصد الأهداف وتحديدها ثم ضربها، لكن الطائرة الأبرز التي كشف عنها الحوثيون كانت طائرة صماد 3، وقد شنت أولى عملياتها على مطار أبوظبي. ويقول الحوثيون إن هجمات الطائرات المسيرة تحولت إلى سلاح استراتيجي، وإنهم ينتجون في كل يوم طائرة وأحدثها ذات تقنية متطورة تعمد إلى تفجير نفسها في أهداف دقيقة وتحلق خارج إطار الرصد الراداري.